مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير البيتزا بالمقلاي. عنا كوب طحين، كوب مي، حبق، زيتون، نص ملعقة صغيرة ملح، فليفلة حلوة مشكلة، فطر، ذرة، ملعقة طعام حليب، وجبنة مازوريلا. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط طحين، الحليب، ملح، بحركهم مع بعض. بحط مي فاتر. بسم الله. بحركهم منيح. شفتوا العجينة كيف صارت؟ هلا عندي مقلاي بدهن زيت نباتي. بنحط العجينة بالمقلاي. بسم الله. بهيدا الشكل. كمان بحطن على الغاز على نار خفيفة. بنحط كاتشب على العجينة بهيدا الشكل. مدن بهيدي الطريقة كمان على رواق قد ما فينا. هلا ابرش على العجينة فطر بهيدا الشكل، فليفلة مشكلة، كمان ذرة، زيتون، كمان جبنة. هلا قبل ما تستوي الجبنة برش حبق على الوجه، شي خفيف بهيدا الشكل. كمان بنرجع بنغطي المقلاي. هلا لنشوف كيف طلعت معنا البيتزا بعد ما استويت. بسم الله. هيدا الشكل النهائي. هيدا الشكل النهائي. شفتوا كيف؟ وهيدا لونه من الأسفل. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.